منطقة الجزاء محاولة ملعوبة رأسية تأتي بنزيما يسجل بنزيما يقلص الفارق الآن بهدف يأتي بطريقة في غاية الروعة يغيب نعم لكن يسجل ولو أن الوضع تأخر لكن الأمور تعود هل تجاوزت خط المرمى هل تجاوز لمسة تصلي لوكا مودريتش عرضية داخل منطقة الجزاء خمس بطولات في الموسم الماضي وادي امامنا هنا الفرحه الكبيره بهدف اول لجوراتسكا اللي تعلق طبعا شوف الجمله والهجمه اتعملت ازاي والضربه الراسيه لسه بقول لحضراتكم صعب ان يجاري فريق بايرن ميونخ في هذه اللقطه امامنا هو العملاق البافاري بص النقله يحرك الملعب وشوف بقى هنا اللمسه بتاعت يا ولد على بافار اللمسه الواحده توليسو عاملها بالمقاس انطلاقه بين لويس مينديش امامنا ممكن التعادل ياتي هنا اللي يضيع يستقبل واللي سجل هو اللاعب انطون من روتشاكا اللي سجل هدف التعادل في اللقطه اللي فاتت شوف كومان اللي لسه مستبدل واللي ضيع الفرصه الكبيره ولكن ياتي هنا انطون من روتشاكا امامنا اللاعب اللي عنده الموهبه واللي عنده الكوره لكن المره دي اتعملت حلوه قوي والتحرك جميل والكوره اللي اتعملت بالعرض وانطون ميرانوتشيك سجل التعادل وادي امامنا فرصه هي خلاص كمش قال لك انا ضيعت لكن انا قادر ان اسجل ودي قوه وقيمه وشخصيه البطل اللي عند بايرن ميونخ وشخصيه اللاعبين الادوار القياديه خرج مولر وخرج جوروسكا لكن اللي يسجل كمش هي دي قوه وقيمه نادي بايرن ميونخ هدف في هوفنهايم هذا الموسم وهدف بص الاستلام وبص الدوره إلى شاكيرا إلى أرنولد جول 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 ليفربول يسجل الهدف الأول ويتقدم ديوغو جوتا ويسجل الهدف الأول لليفربول كرات متبادلة جميلة مجهود كبير الحقيقة أبو صلاح يتقدم يسجل أبو صلاح سجل أبو صلاح ما يضيع بل ركلة جزاء مثالية من حيث التنفيذ شوف حتى لو أنت الركلة ما يقدر لأن التسديدة قوية لاحظ قوية جدا قلب الدفاع الفارو غونزاليز والهدف الأول دونيز جول ما زلت نحكي عليه
فيران توريس هو اللي تحول لقلب الهجوم لما يكون رحيم ستيرلينج على يمين هجوم فريق السيتي. هذا السيناريو اللي كنت نحكي عليه مشاهدينا الكرام. هذه هي الكرة، هفوة دفاعية فرنسية طبعا، كيفن دي براين باللمسة السحرية وعلى طول فيران توريس زين وكرة جول. جوندوغان جول تشكيل المانشستراوية في ملعب أورانج فيلودرام بمارسيليا. في الفودن في السرعة من بنفيكا، وهذا الثالث، الهدف الثالث رحيم جول. درس قاسي يعطي فريق السيتي لمارسيليا. أتلتيكو مدريد البحث عن زميل لدينا هنا تمرير انطلاقة تاخر جول. يورنتي يسجل، يورنتي يصل، نعم، فريق أتلتيكو مدريد ويتمكن من إحراز الهدف الأول مع بعض الضغط. حتما الأهداف لا بد أن تكون حاضرة. هكذا ضغط أتلتيكو مدريد وهكذا وصل الهدف الأول عن طريق يورنتي. هنا محاولة قائمة لفريق سالسبورغ، التعادل. جول، نعم، كان التعادل عن طريق سوبوسلاي الهنغاري يعيد بفريق سالسبورغ بهدف التعادل بعد التسديدة اليمينية. من الفرص القليلة التي لاحت لفريق سالسبورغ لكنها تحولت إلى الشباك، تحولت إلى الهدف، تحولت إلى هدف التعادل يسجل هذا اللاعب دومونيك سوبوسلاي. يسار بعد ذلك عرضية، جول 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 يسجل الهدف الثاني لفريق سالسبورغ. إذن بيريشا هو من أحرز الهدف وهو من أعطى هدف التقدم لفريق سالسبورغ في هذه اللحظات. ميركين بكرة وصلت إليه بعد عرضية مثالية للغاية كانت، يسجل من خلال فريق أتلتيكو مدريد. نعم، هي مثالية طريقة إحراز هدف التعادل بالنقلات القصيرة وبالوصول من جانب جواو فيليكس وإحرازها لهدف التعادل. شاهد الكرة، يا السلام، سواريز في الكرة الأولى، جواو في الكرة الثانية، وسواريز نفسه، سواريز نفسه. 30 من عمر الشوط الاول، تاديتش با 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 بروعة جول. السربي تاديتش يهز شباك اتلانتا في بيرغامو. 1-0 لصالح اشبال اريك تنهاخ المتفوق ب 1-0 هنالك في اتلانتا. يا سلام عليك يا دوشان يا تاديتش، تسديدة ولا اروع لركلة الجزاء من طريق اللاعب نراسوي. أوي جول. الأولاد يفعلونها هنالك أمام أتلانتا. الولد الصغير البوركينابي تراوري 19 سنة يسجل أول أهدافه في حياته في دوري أبطال أوروبا بعد الخماسية التي سجلها الأسبوع الماضي. 19 عاما، أول هدف في دوري الأبطال من ثاني مباراة أياكس متقدم. وتوصل غوميز وساباتا، جول غوميز وساباتا وجول. لعبة أرجنتينو كولومبية ثنائية ولا أروع، وجول هايل يا ساباتا. يسجل الهدف الأول في الدقيقة 9 من انطلاقة الشوط الثاني، ثاني أهدافه في دوري الأبطال بعد هدفين في الدوري هذا الموسم في 6 مباريات. إليتشيج والتسديد، وغوميز بروعة من دون مراقبة للكرة، وساباتا يرتقي، وأونانا لم يقدر على صد هذه الكرة. جول، يا سلام. أتلانتا راح ساباتا، جول ساباتا، جول ساباتا، جول. كرة من فرويلر لساباتا يسجل ثنائية ولا أروع. يا سلام، عند الدقيقة 60 هدفا في ظرف 6 دقائق من الكولومبي. ساباتا لصالح أتلانتا.